السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمن سلسلة تعليمي عن بعد المؤقت في الهيئة التربوية يوم الخميس 25 من شباط 2021، معكم المعلمة رولا الكردي. بسم الله نبدأ. تحدثنا في الدرس الماضي عن دكتور مايكل إياس دبغي، وقلنا أنه شخصية عظيمة من لبنان. الآن سوف نتحدث عن قسم من كيف نكتب سيرة لشخص معين أو عظيم من العظماء. أيضا قد نستطيع أن نكتب سيرة حياتنا الشخصية. إذن فن السيرة هو فن يعتمد تأريخ لشخصية معروفة، فإن كان الأديب يؤرخ لنفسه سميت سيرة ذاتية، وقد يؤرخ للآخرين فتكون سيرة للغير. فلو نحن قمنا بشرح هذا مبسط لهذا الفن، هو فن يعتمد على تأريخ شخصية معروفة، أي نأخذ شخصية معروفة كابن سينا، أبو بكر الرازي، محمد صلى الله عليه وسلم، كثير من الأدباء، مي زيادة، جبران خليل جبران، وأردنا أن نتحدث عنه. إذا قمنا نحن بكتابة هذه السيرة، حياته ونشأته، فنسميها سيرة للغير. أما إذا كتب عن نفسه، هو كتب عن نفسه، فنسميها سيرة ذاتية. عندما نكتب عن سيرة أي إنسان، أي شخص، علينا أن نراعي ما يلي. أولاً نجمع معلومات عن النشأة والظروف وأهم الأحداث التي مرت بالشخصية، فهذا ما ورد معنا في درس شخصية مايكل إلياس دبغي. أولاً نحدد شخصيته. حددنا شخصيته مايكل إلياس دبغي، ثم قمنا بجمع المعلومات عن نشأته والظروف التي كانت تحط به والأحداث التي مرت بها شخصيته. فقلنا أنه ولد في 7 أيلول عام 1908 من والدين لبنانيين. الظروف أنهما هاجرا إلى الولايات المتحدة الأمريكية سعيا وراء تحسين أحوالهما المعيشية. أيضا أهم الأحداث التي مرت في هذه الشخصية أنه نشأ في أسرة محافظة وتربى على حب العلم والمعرفة. قلنا أنه عندما كان صغيرا قبل أن يدخل الجامعة قد قرأ الموسوعة البريطانية. أيضا يجب أن نذكر في كتابة فن السيرة الآثار، أي ما قدمه من آثار أدبية أو علمية. فمثلا الدكتور إلياس قام باختراع مضخة دم تضخ الدم من القلب والرئتين. أيضا هو أول من ربط مع أستاذه مرض سرطان الرئة بالتدخين. أيضا قام بتنفيذ أول عملية قلب مفتوح. هذه الآثار هي آثار علمية وعملية. أيضا قام بتأسيس مكتبة للمقعدين في واشنطن. هذه من الآثار، بأنه قام بتأسيس مكتبة للمقعدين، كما أنشأ مدرسة الدكتور دبغي العالية. هذه من أهم الآثار التي قدمها إلياس دبغي. أيضا في أي شخصية يجب أن نكتب ما هي الآثار التي قدمتها للبشرية. ما هي العبرة؟ يجب أن نذكر العبرة والدرس الذي يستفاد من فن السيرة. الدرس المستفاد، ماذا استفاد من درس الدكتور دبغي أو غيره من العلماء؟ أنه أصبح أسطورة يحتذى به، أي أصبح مثالاً للكثير من الشباب كي يكونوا مثله. أيضاً أستطيع أن أستفيد من درس السيرة بأن الإنسان بالمثابرة والاجتهاد يحقق ما يهدف إليه. أيضاً بفن السيرة يجب أن نلتزم بعرض الوقائع وتقديم المعلومات بأسلوب واضح يعتمد على السرد والوصف.
مثلا السرد عندما قلنا انه ولد الدكتور دبغي اخترع مضخة دم، اول من نفذ عملية قلب مفتوح. اما الوصف عندما قلنا انه انسان مثابر متفائل مخلص في عمله، فاعتمد الكاتب على اسلوب السرد والوصف، وهذا يجب ان نراعيه في فن السيرة. ايضا يجب ان تكون الافكار مترابطة ومتسلسلة، لا نلجأ الى الخيال، لا نكتب، لا نستخدم التشبيه، ولا نستخدم الصور والتشابيه في عرض المعلومات والأحداث. في فن السيرة لا نعتمد على التشبيه. أيضا نستعمل الأفعال الماضية. إذا رجعنا إلى درس الدكتور دبغي لوجدنا أنه نقول نشأ فعل ماضي، تميز، ظهر، نال، هناك الكثير من الأفعال الماضية، فنعتمد على استخدام الفعل الماضي. أيضا يجب أن تكون هناك أدوات ربط بين الأفكار، يعني حروف العطف الواو ثم الفاء ننوع بها، لا نستخدم رابط واحد فقط. يجب أيضا أن نذكر التواريخ وأسماء الأشخاص التي ذكرت في فن السيرة. فذكرنا أيضا أنه قام في عام 1964 في استخدام شريان من الرجل لإيصال الدم إلى الجزء المعطل من القلب، فهذا تاريخ. أيضا عندما قلنا بأنه في عام 1966 نفذ أول عملية قلب مفتوح، فأيضا ذكرنا التواريخ. أيضا عندما ذكرنا هنا لم نذكر في درس الدكتور دبغي بأنه ذكر اسم معلمه فقط، اعتمدنا أنه هو كان ومعلمه أول من قاموا بعملية قلب مفتوح وربطوا مرض سرطان الرئة بالتدخين. هذا كان درس فن السيرة. قلنا يجب علينا عند كتابة موضوع عن فن السيرة يجب أولا تحديد الشخصية، أن نجمع معلومات عن النشأة، مكان الولادة، الظروف التي أحاطت بها من رعاية واهتمام، أيضا الأحداث التي مرت بالشخصية. علينا أن نذكر الآثار الأدبية التي قدمتها تلك الشخصية، الدروس والعبر التي نستفيدها منها. أيضا يجب أن نقدم هذه الوقائع بأسلوب واضح، فيه نعتمد على السرد والوصف، أيضا نعتمد على ترابط الأفكار وتسلسلها، لا نلجأ إلى الخيال، نستعمل الأفعال الماضية وأدوات الربط المناسبة، نذكر التواريخ وأسماء الأشخاص التي أحاطت بالشخصية. الواجب اكتب سيرة إنسان له أهمية في حياتي، إنسان من وسطك معروف له أهمية في حياتك، مستخدما أسلوب نص نادغ من بلادي، مستعينا بالتعريف بشخصية هذا الإنسان، وصفه، وصف أعماله، ماذا قدم من أعمال الإنسانية من كتب، من عمليات، من أي شيء قد أنجزه خلال حياته، أهم محطات حياته منذ صغره وحتى وفاته، أيضا ما هي مشاعري اتجاه تلك الشخصية. هذا واجبنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.